السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم المسار الصحيح. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أهم مسار في حياة الإنسان، وقلنا إن أهم وأدق مسار في حياة الإنسان هو المسار الروحاني، لأن المسار ده هو اللي اتخلقنا عشانه، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دايما بحب أكد على موضوع المسار الروحاني، لأن المسار ده هو اللي مبني عليه بعد كده كل حاجة. جميع مسارات حياتنا بعد كده هتتبني على المسار ده. موضوع اللي أثير في الفترة الأخيرة موضوع أيهما أهم في عملية العقيدة أو المبادئ عند الإنسان. هل تتكون عقائد الإنسان ومعتقداته في عقله أم في قلبه؟ الطب لغاية فترة قريبة جدا كان بيعتمد على المعلومات اللي بقالهم سنين شغالين عليها، ان العقائد دي بتتكون في العقل. وقلنا زي المرة اللي فاتت ان العقل الواعي والعقل اللاواعي والعقل الواعي فايدته ايه، وكان كل الكلام مبني على هذه او هذه الاسس. دلوقتي الموضوع هيختلف تماما، موضوع دلوقتي هيتغير. ليه؟ لأن في العلم الحديث أو في الطب الحديث لقوا إن العقائد بتاعت الإنسان بتتكون في القلب، أما موضوع العقل فالعقل ده مهمته إن هو سكرتير للقلب. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير بيتكلم بعض الأطباء والباحثين في العالم كله، بدأوا يتكلموا دلوقتي عن موضوع القلب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده من زمان قوي. فهنشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. The heart has its own intrinsic nervous system which can sense, feel, remember and process information that's independent from the brain. I always think of the information input system is being entirely in the brain. But we're now discovering information that the heart receives information first and then relays it to the brain. The heart is connected to a field of information and intelligence that's different but complementary to the field of the brain. It's very clear these neurons in the heart and the brain part have short and long-term memory. They process information. It's a functional brain. If the heart is transmitting or imprinting information, there must be a way for the cells in the body to receive that information. There are receptor protein cells on the outside of the cell, which are simply there to receive environmental information. How is my day today? What is going on out there? What does the body want this little cell to do today? You see what I mean? There has to be intercellular communication, but there has to be one source so there can be one control system for the body. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب يعقلون بها، آية واضحة وصريحة جدا. قلوب يعقلون بها، يعني القلب هو اللي بيعقل. وفي آيات كتير بتتكلم عن موضوع القلب. طبعا كان المفروض ان هم بيقولوا مش القلب اللي هو القلب الصنوبري دوت، او القلب اللي هو العضوي، كانوا بيتكلموا القلب اللي هو الروحي مثلا او كده، اللي هو خاص بالمشاعر او حاجات زي كده. لكن لا، ربنا في اخر الآية دي من زمان ومحدش انتبه، قالك القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور يعني بيديك مكانها بالظبط عشان منعا للجدل. يبقى هنعرف دلوقتي الموضوع منهجية تفكيرنا ده ازاي، ازاي بنفكر، ازاي بناخد القرار، ازاي الهون المسؤول. هل الانسان ماشي بعقله كده بس؟ القلب ده ملوش اي دور خالص؟ سبحان الله، القلب ده ذكر في القرآن كتير جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا في الجسد لمضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب برضو. طب الموضوع عامل إزاي؟ أو الموضوع إحنا ماشيين إزاي؟ بنفكر إزاي؟ التفكير اللي إحنا بنفكره، القرارات اللي إحنا بناخدها. هنتكلم النهاردة بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح وهنوضح. طبعا موضوع إن القلب في خلايا عصبية، وده اللي اكتشفوه حديث، وان القلب ليه ذاكرة، وان القلب، فممكن واحد يقول لك طب لو احنا شلنا القلب دوت بتاع واحد مؤمن مثلا وحطينا مكانه قلب واحد تاني، هل الكلام ده هيأثر بدل القلب هو اللي بيبقى فيه؟ طبعا. هو ده اللي اكتشفوه حديثا، ان الانسان، الناس اللي هي بتعمل عملية زرع قلب، سبحان الله وجدوا ان هو بيختلف اختلاف كلي وجزئي في اختياراته للطعام مثلا. اذا كان بيحب اكل يبقى ما بيحبوش او بيكرهه وهكذا. اذا كان بيحب نوع من انواع الرياضة، فلقوا ان القلب ده سبحان الله فيه خلايا، الخلايا ديت نفس الخلايا العصبية. يعني مثلا الخلايا اللي موجودة في القلب دي اسمها خلايا عصبية، الخلايا اللي موجودة في المخ اسمها برضو خلايا. اشمعنى بناخد لغاية هنا الحتة دي بس؟ ما الخلايا دي هي نفس الخلايا دي. ف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب، طيب ايه أهمية الكلام اللي احنا بنقوله؟ إذا كان القلب اللي بيفكر ولا العقل اللي بيفكر، هتفرق في ايه يعني؟ ايه الفرق؟ هتفرق في نظريات كتير جدا. أولهم إن هي هتكذب بعض العلوم اللي هي طبعا بيعتمدوا فيها على الكلام الحماسي، زي علوم التنمية البشرية أو ما سموه كده، يعني علوم اللي هي بيقولوا فيها ان ازاي تعمل تكوين ذاتي للانسان، او ازاي ان انت تعمل برمجة لغوية عصبية للانسان، او الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله كذب، مش مظبوط خالص. فعندنا اربع اساليب للتفكير، هم دول اللي بيحددوا كل واحد في الدنيا دي بيفكر ازاي. الناس اللي عملوا علوم التنمية البشرية، ايه هي العقيدة بتاعتهم؟ ايه هو الفكر بتاعهم؟ الفكر بتاعهم مختلف تماما عن الفكر اللي احنا هنقوله. فاحنا هنتكلم مع بعض كده وهنفصل الاربع مناهج في التفكير، اللي هو هنبدأ بأول حاجة اللي هو التفكير الخرافي. في واحد بيقعد يفكر تفكير خرافي، واضح من الاسم، تفكير وهمي، تفكير خيالي، يقعد يتخيل الاشياء، يقعد، ولكن مش مبنية على اي اسس لا علمية ولا دينية ولا فلسفية. النوع ده اسمه الفكر الخرافي، بيعتمد كده
على افكار، يقعد يحط يتخيل حاجات كده وخلاص. ده نوع من انواع الفكر. النوع الثاني وهو النوع الفلسفي. النوع الفلسفي ده زي بالظبط لما نبقى قاعدين مع واحد ونلاقيه اي موضوع نيجي نتكلم فيه تلاقيه قاعد يتكلم واحنا نقول له انت بتتفلسف او انت بتعمل نفسك فيلسوف، لان فعلا العلم الفلسفي او الفكر الفلسفي بيربط اي شيء بكل شيء محيط به. يعني لو جينا نتكلم دلوقتي الفكر الفلسفي مش بيتكلم على المنظور بس، لا بيتكلم على المنظور واللي حوالين المنظور، بيربط كل حاجة ببعض ويبدأ بقى يخلق نظريات جديدة ويقول لك دي مع دية يعملوا لي مش عارف ايه وهكذا. ده الفكر الفلسفي. اما الفكر العلمي فده ملوش دعوة بأي حاجة خالص غير باللي تعلمه، غير باللي قدامه. يعني تفكير بيفكر، يعني لو جيت تقول له مثلا في العلم ايه هي الروح؟ في الطب مثلا، في الطب ما فيش حاجة اسمها روح، مع ان سبحان الله في عندنا روح. هو ما بيدرسش حاجة اسمها روح، ما يعرف، ما فيش حاجة ما يعرفهاش ما يلمسهاش، هو يعرف ان الانسان بيموت بس. طيب التفكير الديني، التفكير الديني ده اللي مبني على اسس دينية. طب بالله عليكم انا عايز اسألكوا سؤال. طبعا ما فيش حد في العالم كله يقدر ينكر وجود الخالق، ما فيش، الا الملحدين بقى والناس اللي هم يعني عايشين في عالم تاني. لكن جميع الديانات اقرت بوحدانية الله او بوجود الله. يبقى ايهما اولى؟ ان احنا نخلي التفكير بتاعنا خرافي مثلا، مبني على وهم ومبني على باطل ومبني على خيال ومبني على، ولا نخلي تفكيرنا فلسفي ان احنا نقعد نربط حاجات بحاجات ونقعد نخلق نظريات وقابلة. وكل يوم على فكرة كل يوم بتلاقي فيلسوف يطلع يقول كلام بيناقض الفيلسوف اللي قبله ويكذب وانا صح وانت غلط وهكذا. ومن يوم ما بدأوا في علم الفلسفة كل يوم واحد بيطلع بنظرية جديدة ومفيش اتنين بيتفقوا، دايما تلاقيهم واحد على طول، كل يوم تلاقي فيه واحد بيكذب التاني او بيطور في نظرية التاني، لا يمكن. طب التفكير العلمي، التفكير العلمي كل يوم متغير. يعني كان زمان مثلا في بعض الامراض مستعصية بدأوا دلوقتي ان هم يلاقوا لها علاج، في بعض الامراض في الوقت الحالي ملهاش علاج، في المستقبل ليها علاج، فكل يوم في تطور. طب الحاجات اللي هي مبنية على دين، بما اننا يعني بنتكلم ان اهم مسار في حياتنا اللي ربنا خلقنا عشانه، اللي ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللي هو المسار الروحاني، يبقى من باب اولى ان احنا نفكر الاول قبل اي حاجة خالص حسب العقيدة بتاعتنا. احنا ملناش دعوة بالعقائد اللي بره وبعلوم التنمية البشرية، ده حاجات جاية مكتسبة من بره، واحنا يعني الناس اللي جابوها لنا هنا قعدوا يحطوا لها احاديث ومش عارف ايه، لكن هي كلها مبنية على باطل. تعالوا نتكلم دلوقتي عن حتة العقيدة بتاعتنا، الدين بتاعنا. الدين بتاعنا قال ايه؟ قال القلب. خلينا نشوف، هما دلوقتي بدأوا يكتشفوا فعلا ان القلب هو دوت الينبوع اللي بيتحكم في كل حاجة. كان الاول بيقول لك لا، ان القلب ده عبارة عن مضخة بتضخ الدم وخلاص. اما القلب اللي مسؤول عن مثلا الاحساس او كده، لا ده موضوع تاني، ده قلب غير القلب ده. في ناس فسرته زمان ان القلب المسؤول عن المشاعر او كده، ده القلب اللي موجود في المخ، يعني تخيلوا قالوا ان هو ده مثلا حاجة ممكن يكون حاجة كده في المخ، لكن ده ربنا قالها صريحة، القلوب التي في الصدور، في الصدور خلاص. طيب الفؤاد والقلب والصدر دول هتلاقيهم دايما مذكورين في القرآن. في قصة ام موسى عليه السلام
فربطنا على قلب ام موسى فاصبح فؤادها فارغه او كده، يعني القلب الحيز اللي فيه هو ده اللي احنا بنسميه الفؤاد، المكان اللي موجود فيه القلب ده اللي احنا بنسميه الفؤاد. الصدر هو اللي فيه وشرحنا لك صدرك، اللي هو بقى المكان، الصدر ده اللي موجود فيه الفؤاد وموجود فيه القلب، يبقى مختلف تماما عنك. وده ربنا قالها صريحة، القلوب التي في الصدور لهم قلوب يتفكرون بها. القلب مذكور 140 مرة تقريبا في القرآن، إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسول في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من باب أولى نفكر بإيه؟ يعني خلينا نضرب مثال. لو إحنا مثلا في واحد كده في الصحراء ماشي وتاه، تاه في الصحراء وغفل شوية ونام، يعني مش كان لاقي لا مية ولا شرب ولا أكل ولا أي حاجة ونام، تعب فنام. الراجل ده لو صحي كده ولقى مائدة عليها طعام وعليها حاجات وعليها خيرات ربنا كلها، مع انه جعان جدا وهل كان من باب اولى ان هو يجري على الطعام ده وياكل؟ لا، اول حاجة هيعملها هيستغرب، هيندهش، مين اللي جاب الطعام ده هنا مع انه جعان؟ فاحنا من باب اولى ان احنا نقعد نسأل ربنا سبحانه وتعالى، جابنا الدنيا دي ليه؟ خلق الكون ده كله ليه؟ سخر لينا الدنيا دي كلها ليه؟ ما اقعدش اتعب نفسي في نظريات وفي كلام لا هيودي ولا هيجيب ولا اي حاجه خالص. يبقى احنا بنتكلم في موضوع غايه في الاهميه، موضوع ان القلب هو ده الينبوع عندي. طب الموضوع بيتم ازاي بالتحديد؟ عقائد الإنسان موجودة جوه قلبه. يعني على سبيل المثال، أنا واحد دلوقتي رحت أشتري نوع من العطور، لو أنا رايح أول مرة أشتري العطور ديت معرفش إيه هي أنواع العطور ديت، هيبدأ الراجل يعرض لي دي نوع معرفش إيه، وده بريحة الورد، وده بريحة الياسمين، وده بريحة، وهبدا اشم واختار وابدا اشغل عندي حاسه الشم وابدا اتذوق واشوف الهون اللي يتناسب معايا. هنا هبدا افكر، هستخدم هنا الحواس وهستخدم هنا العقل يفكر يميز، العقل للتمييز. طيب لو انا جيت واخترت عطر ما اللي هو الورد ده مثلا واستعملته مره واتنين، وانا رايح اشتري العطر ده تاني مره، هل محتاج اقول للراجل اديني عطر الورد ده اشمه واقعد افكر فيه؟ خلاص انا عرفته وعرفت مواصفاته وعرفت كل حاجه عنه، اتسجل عندي خلاص بقى، انا يعني عرفت كل المميزات بقى اتكون هنا عندي في القلب، انتهى. حتى بمجرد ان انت تجيب لي اسمه فانا عرفت ريحته وعرفت شكله وعرفت مواصفاته وعرفت اي حاجه، فلما اروح اختاره مش محتاج اشغل عقلي خالص، مش محتاج افكر. فهو ده اللي بيحصل عندنا، ان احنا عندنا ان احنا ما تشغلش قلبك غير بالله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله اهو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، دي حلول كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها. المشكلات اليوميه اللي احنا عمالين مره نجيبها على مش عارف ايه طاره وعلى مش عارف مين طاره تانيه، مش عايزين نتكلم في مواضيع مش موضوعنا في الوقت الحالي. ولكن يعني مشكلات الدنيا دي كلها ان الناس فعلا بجد احنا محتاجين ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله، وعد من ربنا، ده مش كلامي ولا كلام اي حد خالص، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اهو ده كلام ربنا. طيب النقيض او العكس، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تفكر، تتفلسف، تتعلم، تبقى مليونير، هتبقى برضو عايش في ضنك وعايش في تعاسة. اعمل المستحيل،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنتكلم دلوقتي، احنا قلنا المرة اللي فاتت عشان نعرف بقى موضوع ان العقائد بتتكون في القلب مش بتتكون في العقل الباطن والعقل الواعي والعقل اللاواعي والكلام ده كلها ده كله. احنا النهاردة بنتكلم كلام مختلف تماما عن اللي بيتقال في علوم التنمية البشرية او الهري اللي عمالين يقولوه والاستبزاز. والله العظيم استبزاز. ناس يا عيني قاعدة عايزة تشتغل وعايزة تعمل حاجة، طب بدل ما اننا عمالين نقول لهم كلام فاضي وكلام فارغ، تعالوا نعلمهم حاجة بجد، تعالوا نعرفهم يعملوا ايه. مش مجرد ان انا قاعد ابيع الوهم، قاعد اتكلم وخلاص. تعالوا كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا في الدنيا ديت، هو اللي خلقنا، فتعال نسمع كلامه. لو حد فيكم فكر كده مثلا من 50 سنة احنا كنا فين؟ من 100 سنة ولا واحد من اللي موجودين 150 سنة، الدنيا بقى لها ملايين السنين محدش كان موجود خالص. كمان 50 سنة، كمان 100 سنة مفيش حدا هيكون موجود، ده اذا كان للحياة بقية يعني. فسبحان الله قاعدين نتصارع وقاعدين نشغل بالنا بحاجات تانية خالص، وعمالين نحقد وعمالين ليه؟ مش كده والله العظيم، الدنيا غير كده خالص. الناس فاهمة دي، واللي كنز واللي هيموت على المليم واللي مش عارف ليه. سبحان الله مفيش حد في الدنيا دي مخلد، كلنا هنمشي، ومش بيبقى للإنسان غير عمله أو صورته الطيبة بين الناس. فتعالوا نتكلم دلوقتي عن موضوع القلب وازاي بتتكون فيه العقيدة. القلب في العلم الحديث احدث ما توصل اليه العلم، ان قال لك زمان كانوا بيقولوا ان العقل هو اللي بيدي للقلب اشارات، وبعد كده قالوا لا، يعني في الطب بيقولك ان القلب ده مستقل بذاته. لا طبعا، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الانسان اي حاجة انت عايز تعملها في حياتك، عايز تشتغل، يا بتحب الشغل يا بتكرهه يا بتشتغل كده وخلاص، تنحصر ما بين الحاجتين دول. فالإنسان بيبدأ يتكون عنده العقيدة، بتتكون عنده في القلب، ده أول حاجة خالص. فإحنا لازم نخلي العقيدة اللي جوه القلب مش نشغلها غير بحاجة واحدة اللي إحنا اتكلمنا عليها، اللي هو المسار الصحيح أو المسار الروحاني، وهو ده اصح مسار. بعد كده هنتكلم على المسار الاخلاقي او السلوك، هنبدأ نتكلم فيها اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله. فلما بنيجي دلوقتي العقائد دي بتتكون ازاي جوه القلب، اول حاجة انا ببدأ اشوف البيئة المحيطة بي عاملة ازاي. هل البيئة المحيطة بس هي اللي بتأثر؟ لا طبعا، بيبقى في عامل وراثي، في عامل وراثي ليه دخل في الموضوع، في مواد كيميائية الإنسان بيتولد بيها، في جينات، الحاجات دي بتأثر في الإنسان. فأنا هبدأ دلوقتي أتكلم إيه هي السلوك، لأن السلوك دي هي اللي بتكون عندي الحاجة لما بعملها مرة واثنين وثلاثة بتكون عندي معتقد. فهنتكلم النهاردة عن أول حاجة في تكوين المعتقدات هو السلوك. السلوك بيتكون جزء منه، جزء من سلوك الإنسان وراثي، والجزء الثاني مكتسب. طب ده بيأثر على ايه؟ طبعا ده بيأثر على كل حاجة في حياتنا، بيأثر على الفعل وردة الفعل. اي حاجة احنا بنيجي نعملها، مثلا عايزين نتكلم مع بعض، عايزين نقوم نمشي، عايزين نجري، عايزين نتكلم، عايزين نعمل اي حاجة، الحاجات دي بنعملها ازاي؟ بيبقى حصل عندنا قبل كده تجارب، التجارب دي اتخزنت عندنا خلاص. انا وانا جاي دلوقتي اقوم امشي مثلا مش محتاج افكر، لكن زمان لما جيت اتعلم المشي مثلا كنت بفكر، لكن مع التكرار ومع التعود خلاص اتكون عندي معتقد ذاتي.
طبعا هو الاختلاف ان هم بيقولوا ان المعتقدات دي مكانها في العقل. لا طبعا هي مكانها في القلب، وده في التقرير اللي احنا شفناه في بداية الحلقة، ان القلب هو اللي بيتكون فيه معتقدات الانسان. ولما يجي بعد كده نتكلم ان انا مثلا بحب اكل فلاني او ده جه منين، لما اجي اكله خلاص مش محتاج، عارف ان انا لما اطلب الاكل الفلاني انا بحبه مش محتاج افكر. فالانسان دلوقتي السلوك اللي هو بيبدأ يتعامل بيها من البيئة المحيطة بيه دي بتكون عليها عامل كبير جدا، خصوصا في اول 5 سنوات من حياة الانسان، لان الذاكرة القلب في ذاكرة والعقل في ذاكرة. فالقلب الذاكرة بتاعته اللي هي بتحتفظ بالمعتقدات بتاعت الانسان، اما العقل هنعرف دلوقتي بيبدأ ازاي ياخد القرار. فانا لما بيجي دلوقتي مثلا عند السلوك ببدأ اتعلم حاجة ما او شيء ما، والحاجة دي تكون عندي معتقد، مش بتتكون في العقل، هي خلاص بتتكون عندي، بتبقى عقيدة في القلب. اتعودت ان انا اصلي، اتعودت ان انا اصوم، اتعودت ان انا اكون متسامح، اتعودت ان انا خلاص، دي حاجات بتبقى موجودة في القلب. لذلك القرآن سبحان الله ركز على ايه؟ ركز على موضوع القلب. الا من اتى الله بقلب سليم، مش بعقل سليم. طب لما هو العقل هو المسؤول، طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى، مش العقل ده اللي بيخلينا افكر ويخلينا اخد القرار ويخليني؟ لا طبعا، كان ربنا قال الا من اتى الله بعقل سليم، ما قالش بقلب سليم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح كان قال ان في الجسد لمضغة، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهي العقل. لا طبعا الرسول ما قالش كده، قال الا وهي القلب. القلب في ناس مفكرة ان موضوع القلب ده مجرد مضخ الدم. لذلك في العلم، في بعض العلم، لان طبعا الكلام ده لو اعترفوا به رسميا واقروا به، وهيقروا به في الفترة اللي جاية، لازم هيقروا بيه بإذن الله، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى مفهوش جدال، ده كلام الحق، مش كلام مبني على فكر خرافي ولا فكر فلسفي ولا فكر علمي أو علماني أو أي، لا ده الكلام ده مبني على أسس دينية، منهج من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلقنا في الدين، هو أدرى، هو عارف، هو اللي خلق الإنسان. احنا هنعرف أكتر من اللي خلقنا؟ سبحان الله. فبنبدأ ان احنا دلوقتي السلوك دي بتتكون في القلب. ولذلك في بعض التجارب اللي احنا اتكلمنا عليها لقوا ان اللي بتشال منه قلب وبتحط له قلب تاني، في واحد ممكن يعني يقول لك يعني انا لو جبت قلب مسلم وحطيته خلاص بقيت مسيحي؟ لا طبعا، ولكن السلوك نفسها بتاعت الشخص بتتغير. والكلام ده على فكرة مش كلامي، الكلام ده موجود في التقرير اللي شفناه، وممكن حضراتكم تدخلوا دلوقتي وتعملوا بحث على بعض المواقع الأجنبية تشوفوا، لأن الموضوع ده عامل ضجة كبيرة جدا دلوقتي، إن الموضوع خلاص ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي احنا لازم حتما ولابد الجميع يعترف بيه. كنت أتمنى إن أنا أكمل النهاردة باقي الموضوع، ولكن الوقت بصراحة مشي بسرعة. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.